يلا قول لي بقى. بقول لك انا ايه، انا جاي من امريكا. شفتك فين الباسبور اهو؟ ده باسبورك. اه انت جاي من امريكا؟ اه جاي من امريكا بزياره 3 اسابيع، وشفتك مع عمرو اديب، فمن ساعتها وانا بحلم بالاكله الجميله دي. ودقتها فعلا زي ما هو بيقول اكل خرافي. وانا لما سالتني يعني تقديري ليه قد ايه، قلت لك ده 100 على 10، مش 10 على 10، 100 على 10. وكل مره حاجه ان شاء الله هنا لازم اجي اكل عندك باذن الله. انا اجبرتك على حاجه؟ ايه اجبرتك تقول الكلام ده؟ لا ما حدش اجبرني على حاجه. حدش اجبرك على حاجه؟ لا. اللي عجبك ايه في الاثنين اكتر؟ والله بصراحه مش قادر يعني، الاثنين خرافه، مفيش حاجه احلى من الثانيه، الاثنين زي بعض بالظبط. طاجن ايه وطاجن ايه؟ ده اللي هو الفول بالقشطه، والتاني الفول اللي بالسجق. ما طلبتش طعميه محشيه ليه بقى؟ ما اعرفش ان عندك طعميه محشيه. عندي طعميه محشيه بكل حاجه، باللحمه والسجق. اديني اديني اعمل لي على طول. اسلام طيب ثواني هعمل لك طعميه محشيه باللحمه بالبسطرمة بالموتزاريلا بالرومي بالسجق، عندنا ماشي. كل انواع الطعميه. كل بقى الف انا وشيف. الله يخليك، متشكر قوي يا سيدي. بس كل مره حاجه من حاجه اجازه في مصر. انا على المعاش دلوقتي. لكن انت اصلا مصري؟ انا اصلا انا مولود، انا سايب مصر من 40 سنه. مولود فين بقى؟ انا مولود في الجيزه. الجيزه. سايب مصر من 40 سنه، عشت الاول في كاليفورنيا وبعدين عايش في تكساس. في تكساس؟ اه. في تكساس، عايش في تكساس. ايوه عايش في تكساس. فانت جيت هنا مخصوص لسعد الحرامي. جيت مخصوص من ساعه، من يوم ما جيت وانا بقول له خدني لسعد الحرامي. فجابني هنا النهارده. جابك هنا؟ اه. سعد الحرامي بيصبح على كل الجاليات العربيه على مستوى العالم. سعد الحرامي عاش 4 فول على السوشيال ميديا في مصر وفي العالم. تحية خاصة لكل الشعب المصري اللي عايشين برا، وكل اخواتنا العرب كلكم صباحكم زي العسل. الراجل ده جاي من امريكا سليم، طاجن فول بالقشطة وطاجن فول بالسجق، الاتنين طاجن قدام منه. هنقول له الف انا وشفا، ومعاه راجل سواق تاكسي زي العسل اهوت من الشرقية اهو. السلام عليكم.